You're muted. مساء الخير جميعا، أهلا وسهلا فيكم على الويبينار للجنة إفلا للشرق الأوسط وشمال أفريقيا يلي هي بعنوانها ممارسة الشمولية والاتصال في المكتبات العامة إضاءات على لبنان الأردن قطر والعراق. بنحب نعطيكم شوية تعليمات تنكمل الويبينار مثل ما أوكي. أول شيء هذا الويبينار عم بيتسجل، إذا بتريدوا بس تكون عندكم علم وخبر، مجرد وجودكم معنا يعني أعطيتونا موافقة إنه تتسجل ويتم نشر على مواقع إفلا. بنعلمكم بس إنه كل البارتيسيبنتس الميكروفونات تكتمت وإيقاف تشغيل الكاميرات خلال الندوة. سيكون مجال متاح لأسئلتكم في نهاية الندوة. في إذا حبيتوا تسألوا أسئلة خلال الندوة تتذكرون فيكم تحطوا الأسئلة تبعكم بالشات بوكس أو بالكيو ان اي بوكس اللي هن بأسفل الشاشة، ويمكن تصويت للأسئلة أكثر أهمية لكم تنقدر نبدأ فيها ونكمل. إذا حبيتوا تطرحوا سؤال شفهيا الهوست اللي هو أنا الليلي رح شغل الميكروفون والفيديو تبعكم، وبهالحالة بتكون وافقتوا على تسجيل الحديث أو السؤال اللي أنتم عم تطرحوه شفهيا. وحاليا رح بشكركم مرة تانية ورح حول الحديث هلأ للدكتور عماد بشير. تفضل دكتور بشير. اوكي ماشي الحال، شير مظبوط ماشي الحال. مساء الخير جميعا، وهلا وسهلا فيكم بهالندوة الافتراضية اللي بتتناول كما ذكرت زميلتي رندا ممارسة الشمولية والاتصال في المكتبات العامة، وسنجري فيها أو خلالها إضاءات على تجارب من لبنان والأردن والعراق، وأيضا كان هناك تجربة من قطر، ولكن للأسف زميلتنا عبير الكواري اضطرت يعني الى التغيب لاسباب صحيه، فلن يكون هناك يعني اضاءه على التجربه في قطر، انما سنركز على تجربه الاردن ولبنان والعراق. قبل ان يعني افسح في المجال لزملائي بالحديث عن تجاربهم والاضاءه على البلدان التي يعملون خلالها، اسمحوا لي أن أتحدث قليلا عن لجنة إفلا للشرق الأوسط وشمال أفريقيا. أنا أعرف يعني بعض المتواجدين معنا اليوم والمشاركين ربما أصبح لديهم معرفة باللجنة وبدورها وبالأنشطة التي تقوم فيها، وقد يكون هناك بين الحضور أو من هو مشارك للمرة الأولى، فدعوني أعطي يعني نبذة بسيطة عن اللجنة وتواجدها وطرق عملها. وأمامكم الآن يعني صورة للقائنا في دبلن في المؤتمر الأخير لإفلا خلال اجتماع المجلس الإقليمي الذي يجمع كل الوحدات الإقليمية في إفلا، وصورة أخرى للجنة إفلا للشرق الأوسط بحضور رئيسة إفلا خلال اجتماعنا الذي قمنا فيه أثناء وجودنا في دبلن. يعني كما تعرفون أردت أن يعني أظهر هذه الصور حتى أريكم التنوع الموجود في إفلا على مستوى المنتسبين إليها والمشاركين في أعمالها ومؤتمراتها، وهو أمر جيد ونحن نسعى إليه باستمرار. بإفلا اليوم في 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 ست أقسام إقليمية، واحدة منهم اسمها ميدل إيست النورث أفريكا، يعني الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. هذا التقسيم هو للمرة الأولى في إفلا، يعني العام الماضي تم الأخذ به والعمل فيه، ولذلك كل منطقة إقليمية لها لجنة، ونحن في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لنا لجنة خاصة، لنا يعني كل لجنة تقريبا من اللجان اللي عم تشوفوها أمامكم أسماءها فيها 20 عضو على يعني على الأكثر 20 عضو،
ولازم يكونوا مكتملين بكل الحالات. ولكن أنا أحببت أن أضيء على هذا الموضوع حتى أريكم أهمية أن يكون للشرق الأوسط ولشمال أفريقيا أو البلدان العربية المتواجدة في المنطقة لجنة خاصة فيهم. هذا أمر لم يكن موجوداً سابقاً في التقسيم الهيكلي السابق لإفلا. البلدان العربية كانت ضمن آسيا أند أوسيانيا، يعني في آسيا وأوكيانيا، فما كانوا واضح وجودهم وكانوا ضائعين كبلدان وكأنشطة بهالكم الهائل من البلدان المنضوية تحت اللجنة الكبيرة جدا اللي اسمها آسيا وأوسيانيا أو أوكيانيا. نحن اليوم أمام فرصة جديدة بأن نكون متمثلين في لجنة تختص بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتضم كل البلدان العربية، ولهذا الأمر حسنات كثيرة لا يجب أن نتهاون فيها أو نغيب عنها. لذلك نحن أحد أهدافنا باللجنة هو أن يستمر العمل بهذه الهيكلية وأن تكون التجربة الأولى مع لجنتنا ناجحة حتى يستمر يعني اعتماد هذا التقسيم على مستوى اللجان الإقليمية مستقبلاً، ويكون هناك لجنة أخرى بعد عام، يعني لأنه تكون تحت ولاية اللجنة الحالية بـ 2023. فلذلك نحن نطلب يعني الدعم والمؤازرة والوقوف إلى جانبنا من كل الجمعيات وكل المؤسسات العاملة في مجال المكتبات والمعلومات والاتحاد العربي للمكتبات والمعلومات حتى نحافظ على وجود هذه اللجنة بشكلها المستقل، يعني كلجنة تضم كل الدول العربية. طبعا سابقا لما كانوا البلدان العربية جزء من آسيا وأوسيانيا كانوا ضائعين، ما كانوا ببوتقة واحدة، كان في تفاوت بينهم وبين مجموعة الدول الأخرى، التفاوت كبير على أكثر من مستوى، واللغة غير واحدة، والتطور الحاصل على مستوى المكتبات ومؤسسات المعلومات يختلف من دولة إلى أخرى، والانسجام يعني بين أعضاء البلدان بلجنة آسيا وأوسيانيا كان ضئيل لأسباب كثيرة، لأسباب يعني لغوية وأسباب جغرافية وأيضا أسباب لها علاقة بالتنمية، متطورة في بلد ولكنها متراجعة في بلد آخر. أما الآن بالتجربة الجديدة ووجود كل البلدان العربية ضمن لجنة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، التفاوت بين البلدان الأعضاء يعني يقل ويخف، في التفاوت ولكن منه كبير كتير ومفهوم وواضح ونحن على علم به ونختبره ونخبره كل يوم، ولنا زملاء وأصدقاء عاملين في كل هذه البلدان. يعني الانسجام أكثر بين الأعضاء، وأسباب الانسجام كثيرة أهمها الموضوع اللغوي، ونحن نعرف بأنه في كثير من المشاركات العربية وخصوصا من قبل المتخصصين الذين لهم باع في هذه المهنة وفي هذا التخصص وفي هذا العمل، يعني بيكون في تردد بالمشاركة أوقات فقط من أجل اللغة، ما بدنا اللغة تكون عائق. لذلك نحن يعني محادثتنا بلغة واحدة، إمكانية أن نقيم يعني اجتماعاتنا وتواصلنا بلغة واحدة لغتنا العربية، هذا خصوصا أن اللغة العربية هي إحدى اللغات يعني المستخدمة في إفلا، إحدى اللغات الست المستخدمة بإفلا. وأنا أذكر باللقاء الأخير في دابلن بالمؤتمر الأخير في تموز الفائت، يوليو الفائت، تم استخدام اللغة العربية للترحيب بالمتحدث الرئيسي في المؤتمر. فلذلك نحن نسعى للحفاظ على هذا التقسيم من خلال نجاحنا في تحقيق المشاريع التي تبنيناها للفترة بين 2021 و2023. دكتور بشير، في حدا عم بيقلنا أن الصوت شوي منخفض، إذا ممكن أوكي ثانك يو. طيب هلأ أحسن؟ فلذلك نحن نسعى لأن نحافظ على هذا التقسيم من خلال نجاحنا في تحقيق المشاريع للفترة بين 2021-2023
التي أخذت اللجنة على عاتقها أن تقوم بها وتنفذها. ونحن بحاجة إلى كل دعم وإلى كل دعاء وإلى كل اهتمام من كل المتخصصين وكل المؤسسات العاملة في هذا المجال. يعني حبيت أن أضيء فقط على هذا التقسيم الجديد بالهيكلية الجديدة لإفلا، وأن منطقتنا وبلداننا العربية لهم يعني لجنة خاصة بهم. في اللجنة حاليا 20 عضو من 16 دولة عربية. للأسف لما نحن دعينا لانتخابات لهذه اللجنة، يبدو إما أنه الدعوة لم تصل إلى الجميع، أو أنه في ناس ما حبوا يشاركوا. فنحن عندنا 20 عضو، ولكن الممثلين من خلال 16 دولة. في بعض الدول فيها ممثلين مثل لبنان، المغرب، الكويت ومصر. نسعى نحن ب 2023 تقريبا بسبتمبر أو أكتوبر 2023 سيكون هناك انتخابات للجنة جديدة، ونسعى لأن يكون هناك ممثل لكل دولة عربية حتى يكتمل العدد وهو 20 عضوا. أنا بحب بس شير أنه وجود المكتب اليوم أمر مهم وأساسي وعنصر غنى معلوماتي، وغياب المكتب وعملها والاهتمام فيها ببلداننا هو مؤشر لفقر معلوماتي. لذلك يعني كل التسميات التي كنا نسمعها سابقا على مستوى تصنيف البلدان أو تصنيف الدول مثل البلدان المتقدمة مقابل البلدان النامية، أو بلدان العالم الأول والثاني مقابل بلدان العالم الثالث، أو بلدان الشمال مقابل بلدان الجنوب. هذه التسميات اليوم مع دخولنا عصر المعلومات وعصر المعرفة لم يعد لها وجود، وكلها غابت وأفلت يعني وذهبت يعني مقابل تسمية متداولة حاليا هي البلدان الغنية معلوماتيا مقابل البلدان الفقيرة معلوماتيا. ماذا يعني هذا؟ هذا يعني أن هناك كثير من بلدان من البلدان التي كانت تعد من بلدان العالم الثالث بعد جهد وتطوير أصبحت من البلدان الغنية معلوماتيا بعدما طورت نفسها على هذا الأساس، فهي اليوم من البلدان الغنية معلوماتيا. يعني لم تعد المصادر، يعني لم تعد الموارد الأولية على مستوى ما نجده نحن في أرضنا مثلا أو في الأرض هي أساس. يعني صار في هناك قوة أخرى وعناصر أخرى تقاس على أساسها البلدان. من ضمن هذه العناصر إضافة إلى العناصر الأخرى التي لها علاقة بالطاقة بالنفط أو بكل الثروات الأخرى سواء في البر أو في البحر، هناك عنصر له علاقة بالمعلومات ومؤسسات المعلومات والعاملين في المعلومات. لذلك الدول التي لا تمتلك موارد وثروات طبيعية تسعى إلى أن تكون من الدول المتقدمة والبلدان الغنية معلوماتيا من خلال اهتمامها بتطوير بناها التحتية، ومن خلال اعتمادها على الطاقة البشرية لديها وعلى الموارد البشرية المنخرطة في مجال تقنيات المعلومات وتكنولوجيا الاتصال بمختلف تفرعاتها. فلذلك نحن إذا كنا في البلدان العربية نريد أن نتقدم ونصبح من البلدان المتقدمة والمتطورة، علينا بالاهتمام بالمعلومات ومؤسسات المعلومات كعنصر إضافي وقوة إضافية، وعلينا الاهتمام بالموارد البشرية العربية كعنصر إضافي من عناصر القوة التي يمكن أن تتمتع بها بلداننا في سبيل التطور والتحسن. بدي أنتقل للسلايد الثاني بس لحظة شوي. لذلك طيب، فلذلك نحن المكتبة ودخول المكتبة والاعتماد على ما تقوم به المكتبة وإدخالها
فيما يسمى التنمية المستدامة وأهداف التنمية المستدامة التي سنأتي على ذكرها خلال دقيقة أو أقل، أصبحت في أساسها. فإيفلا كمؤسسة معلومات دولية نجحت في اقتناص الفرصة وإدخال المكتبة وإدخال المكتبة أو المكتبات بأنواعها المختلفة كعناصر أساسية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة. لذلك تأتي المكتبات كما كنا سابقا نقول، المكتبات هي في قلب المجتمعات. اليوم المكتبات هي في أساس التنمية المستدامة وهي في أولويات تحقيقها، ونحن دخلنا زمن المكتبة المستدامة وليس فقط الأهداف المستدامة بكامل الأهداف 17. المكتبة أصبحت مستدامة وأصبحت مؤسسة قائمة ولها دورها التاريخي. هو 17 هدف مش حقتي على ذكرهم، هو كلهم في أدوار للمكتبات فيهم رغم تعددهم وتنوعهم. وهناك دراسات اليوم وتقارير تصدر بشكل سنوي تشير إلى ما تحققه المكتبات على مستوى 17 هدف اللي عم نحكي عنهم. وهذا قدامكم جرافيكس مأخوذ من دراسي بال 2019 بعتقد أو 2020 تشير إلى المكتبات وما قدمته في غالبية الأهداف 17. ومن ضمنها، من ضمن هذه التقارير، هناك تقارير تصدر عن بلدان عربية بالمناسبة. هناك تقرير صدر في مصر عام 2018 وآخر في عمان 2019، في عمان ب 2019، في قطر 2018، في تونس ب 2019، وفي مصر مجددا 2021، وأيضا في قطر 2021، وكلها أشارت إلى أدوار المكتبات. هنا اسمحوا لي أن أتوجه فقط بتمني على جميع العاملين في المكتبات والمتخصصين أن يحاولوا التواصل في بلدانهم مع المؤسسات المعنية بتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وهي بالتأكيد ستكون مؤسسات حكومية، ومحاولة أن يكون هناك وجود لعاملين في المكتبات ومؤسسات المعلومات ضمن هذه اللجان، أو أن يقدم هؤلاء المتخصصون والعاملون المساعدة لهذه اللجان، وأن أيضا يتم التمني على هذه اللجان بأن تشير إلى ما تقدمه المكتبات على مختلف أنواعها، وخصوصا المكتبات العامة والمكتبات البحثية من ما تقدمه من قضايا تخدم الأهداف المنضوية في أهداف في برنامج التنمية المستدامة. في شغلة بحب أذكركم إياها فقط، وهي من ضمن اهتمامات إيفلا لجنتنا، يعني مثل اهتمام لجنتنا بأهداف التنمية المستدامة. بحب أعطيكم فكرة بسيطة عن التواجد العربي في إيفلا. نحن من أهدافنا أن نزيد الاهتمام بإيفلا وأن نسعى إلى تزويد أو توسيع المشاركة من خلال عضوية المؤسسات وعضوية الأفراد. الأرقام اللي قدامكم يعني أرقام تعد ضعيفة نسبياً على مستوى عالم عربي واسع، مؤسسات كبيرة ويشهد تطور في عمل المكتبات وإنشاء المكتبات. عندنا مكتبات جديدة وحديثة ومتطورة وتستخدم التكنولوجيات المتقدمة، ونشهد افتتاحات لأهمها، يعني كل سنة تقريبا أو كل فترة في عنا انطلاقات لمكتبات بمواصفات عالمية وتستخدم تكنولوجيات متقدمة. لذلك نحن بدنا نسعى نحن وياكم، وسيكون لنا لقاءات في هذا المجال بمحاولة تزويد، يعني لتوسيع رقعة الانتساب أو عدد الانتساب فيما يخص المؤسسات العربية إلى إيفلا على مستوى جمعيات المكتبات الوطنية، على مستوى المكتبات الوطنية، على مستوى الأفراد، وعلى مستوى مؤسسات المعلومات. في عنا نقطة تانية مهمة من أحد الأهداف اللي عم نحكي فيها، هي library map of the world، يعني الخريطة، خريطة إيفلا للمكتبات في العالم. حاليا في تواجد لمجموعة من الدول العربية، ولكن هناك 13 دولة عربية غير متواجدة. أيضا سيكون لنا لقاءات وتواصل معكم من خلال اللجنة، من خلال فريق العمل المهتم بهالموضوع، من أجل العمل على أن تتواجد كل المعلومات عن مكتباتنا في هذه الخريطة، سواء بما تحتويه وتقدمه من خدمات، أو سواء على البروفايل الخاص بالدولة
التي تحتضن هذه المكتبات. أنا هيك حبيت باختصار بس أقدم لكم هالمقدمة البسيطة لتعرفوا شوي لجنتنا شو بتقوم. هذه هي أهدافنا الستة اللي عم نحكي فيها. نحن نلتزم أهداف التنمية المستدامة والمناصرة العالمية، وحاليا هناك يعني ورشة عمل بالتعاون مع الاتحاد العربي للمعلومات. هناك برنامج هو أكثر من ورشة حقيقة، يمتد على فترة 3 أشهر في التدريب على المناصرة وحشد الدعم لمؤسسات المكتبات والمعلومات. وأيضا عندنا ضمن بناء قدرات المناصرة وضمن التزام أولويات أخرى في المناصرة، حقيقة هالبرنامج بيطالها 3 مشاريع اللي احنا عم نشتغل عليها. وعندنا شيء له علاقة بدعم التواصل ومحاولة توسيع المشاركة في إيفلا وتوسيع التواجد العربي في إيفلا، لأنه هذا بيعطينا مجال للتواجد في المجلس الحكم، يعني في الجوفرنينج بورد بإيفلا، وأيضا في كل اللجان المهنية واللجان العاملة في إيفلا، وعددها كبير يعني جدا جدا جدا. بس نحن نكون موجودين بيكون عندنا أصوات أكثر وبصير عندنا معارف أكثر وزملات مع آخرين، ونستطيع أن يعني أن ندخل بما نمتلك من تاريخ، وما نمتلك من تراث، وما نمتلك من اهتمام بمكتباتنا ومؤسساتنا المعلوماتية، أن نكون ضمن إيفلا وأن نتواجد ونتفاعل مع العالم. خريطة مكتبات العالم أيضا أشرت له هلأ، هيدا مشروع بدنا نشتغل عليه وبدنا نتساعد نحن وياكم. في عنا مجموعة مشاريع متفرقة تركز على الاهتمام بحفظ التراث، وأيضا سيكون لنا عمل يعني وتشاور في هذا الأمر مع المؤسسات المعنية. اليوم حيكون عندنا 3 متحدثين كلهم من المتخصصين في هذا المجال. نحن هذه الندوة اللي عم نحكي فيها سبق وأن تقدمنا فيها في مؤتمر دبلن، ولكن بناء على دعوة إفلا التي طلبت يعني أن تكون هذه الندوة أيضا موجهة للمكتبيين والعاملين والمهتمين في البلدان العربية، دعينا إلى إقامتها يعني مرة تانية. المواضيع اللي حتتناولها هاي الندوة مواضيع غير عادية، بأن احنا هدفنا نفرجي أو نظهر أن المكتبة ليست مكان للكتب فقط وللقراءة، وليست فقط لخدمات المعلومات. المكتبة تتدخل في قضايا المجتمع ولها دور، وهي تعين كل فئات المجتمع بكل ما تملك. نحن شاهدنا إسهامات لمكتبات عدة خلال جائحة كورونا على مستوى تطوير الخدمات، وحتى على مستوى تقديم النصيحة الصحية والمعلومات الصحية المفيدة للمواطنين في كل بلد. فلذلك نحن الموضوعات اللي حنتناولها اليوم هو هذا هدفها الأساسي. سيكون لنا كلام حول المكتبات في مخيمات النازحين، ونعرف نحن بلداننا العربية عم نعاني من المشكلة ومشكلة النزوح، وكيف تسهم المكتبات في بناء المستقبل لهؤلاء النازحين. وسنتحدث عن تجربة مخيم الزعتري في الأردن مع أحدى الناشطات في هذا الأمر والمهتمة في هذا الموضوع، ومع زملاء أيضا آخرين من الأردن. هي الدكتورة كارين فيشر هي حتحكي عن الموضوع، وإذا احتاجت لمساعدة فيما يخص اللغة العربية وهي توضيح أو في الإجابة على أسئلتكم لاحقا، فالزملاء معها من الأردن سيجيبون على هذا الموضوع. عندنا موضوع له علاقة بإعادة إعمار ما هدمه الإرهاب. حنحكي عن مكتبة الموصل المركزية التي دمرت تماما. الدكتورة فائزة البياتي من العراق يعني هي ستحدثنا عن هذا الموضوع. الموضوع اللي من قطر والتجربة القطرية سنعتذر عنه اليوم لأنه الزميل اللي عبير اعتذرت عن الحضور لأسباب صحية. أما الموضوع الأخير فسيكون من لبنان وعن تجربة مكتبة عامة في منطقة بعيدة عن المدينة وبعيدة عن المدن. كيف لعبت هذه المكتبة دورا رئيسيا في توعية المزارعين ومساعدتهم في الحفاظ على محصولهم من الزيتون وعلى حماية ما بعرف شو يسموها بالعربي النحل الذي يمتلكونه، يعني كل هالأمور هذه. فنحن نبدأ الآن
مع الدكتورة كارين فيشر التي ستحدثنا عن المكتبات في مخيمات النازحين وعن كيفية بناء الإسهام في بناء مستقبلهم من خلال تجربة مخيم الزعتري في الأردن. تفضلي دكتورة دكتور كارين. دكتور بشير yes please فيك توقف السكرين تبعك stop sharing the screen. يلا أوكي. Thank you. Is that okay? Yes. I'm just trying to get it out of presentation mode. We can't hear you. I'm trying to get it out of presentation mode. Okay. I'm going to get into presentation mode. Yes. Just the click at the bottom of the screen where you have the presentation. Yeah, but it's covered up. Ah. Just down, enlarge it. Just 1 second. Okay. Maybe I'll see it as I go along. Or wait, no. I'll see yes. it. Yes. Got it. Excellent. Assalamu alaikum. Thank you, everyone, for welcoming me here today. And it was such an honor to present at IFLA in Dublin as well. I'd like to mention first that a few of my colleagues, librarians, are here from Zaatari camp, and they will assist, you know, in taking questions in Arabic, because my Arabic is very shwe-shwe. I've been working at Zaatari since 2015, and it's been one of the most wonderful initiatives I've done in my career. What the image you see right here, this is a caravan in Zaatari of one of the first libraries that I saw. Okay, and of course, Bismillah. And the Syrian war, as everyone is familiar, you know, has been going since 2011, and over 16 million people have been displaced. And, you know, the majority of those internally, of course. There's very interesting actions that happened with regard to libraries in Syria. I'm sure that many of you have heard the stories about the underground libraries just outside of Damascus. And the story that we want to share today is also really incredible, because Zaatari Camp Libraries is the world's first refugee-run camp-wide library system. In other refugee camps around the world, typically, you might have a volunteer organization come in, you know, and deliver a few books. We are quite different, as I'll show, you know, the next few minutes. We have refugee librarians representing 6 different NGOs for 12 locations in the camp. A little background about myself, and this is me with one of our fabulous bread makers in camp. As I mentioned, I've been at Zaatari since 2015. I use a community-based UNHCR approaches along with co-design, so participatory methods. I have been engaged in many projects involving thousands of people in the camp. Most of my projects go for many, many years. Just a few of the projects, one is called ICT Wayfaring, and this is about understanding and supporting young people and how they connect their elders and other people in the community, their families, with technology and with seeking information. Another project you see here is a Syrian Stitch. This is a new project where we are engaging women in the camp, and they are using heritage designs to create embroidery, very novel embroidery projects that we are selling. Another project that we have going is digital literacy based on the Quran and Arab culture. This project is supported by Google and by Facebook. And for this project, we're working with mostly women and girls, but also men and boys across Jordan. And the point of this, of course, is that a lot of the digital literacy tools and training programs have been based very much on Western culture, and they don't reflect Arabic culture and the Quran. So this is what this project is about. And we also work with computer scientists to design social media features that fit the safety needs of people in the Arab world better. But of course, before I just get to Zaatari Camp Libraries, there's one other project I would like to mention. And I call it the Zaatari Camp Cookbook, but the official title is Zaatari, Food and Stories from the Syrian People of Zaatari Camp. And this is just an incredible project that is supported by Zaatari Camp Libraries. And basically, it's a project involving myself and I say my 2,000 co-authors, 2,000 people in camp. And we started it over 6 years ago. It's being published in Canada
either just before Ramadan or after Eid in 2023. It will also be published in other countries, in other languages around the world, and all of the royalties will return to Zaatari Camp. The aim of the Zaatari Camp book is to preserve indigenous knowledge, culture, especially through food. So we have recipes, amazing food photography and heritage props. We have stories, we have poetry, we have art. Most of the photography, what we call the background world, has been done by people in camp. So just moving on here, Zaatari Camp. So Zaatari was established in summer 2012. So we just hit our 10-year anniversary. It's on the northern border in Jordan, very close to Syria. And it is the world's largest Syrian camp. It's also the fourth largest city in Jordan, and it stretches over 5 square kilometers. Of course, most of the people in the camp are everyone is Sunni, and 90% are from Daraa in the south, which, as you may know, is called the cradle of the Syrian revolution. Population has been kind of hovering around 83,000, but in the early days, there was maybe 130,000 people living in the camp. There are many births per week, and we have about 45 to 50% of people in the camp are ages 5 to 12, and only about 3% are over age 60. Zaatari has over 3,000 micro-businesses. It has a lot of social services and innovation. And of note is that the internal economic development in Zaatari, what it accomplished in the first 6 months back in 2012, is greater than what other camps have accomplished in over 20 years. So that's the ingenuity and innovation of Syrian photos and camp. Here on the left, you see this is the very early days when we were using UNHCR tents. In the middle, you can see, and on the far right, that now it's metal caravans. The aim of what we do is to build capacity per the UN SDGs using community methods. Zaatari itself is a closed, low-resource, high-constraint environment. And what I mean by this is that you need to have as a visitor, you need to have an invitation to Zaatari. Then you have to have permission from the security for the country. This takes a very long time if it's given to you. And even then, you could be very highly restricted as to where you are allowed to go in the camp. And of course, and at the time that you spend there and who you can talk to and things like this. It's also a very high constraint environment, but the low resources means that electricity is rationed. And there are many things that we're unable to buy in the camp. One of the things that is really stands out is that in Zaatari, there is not a single bookshop. You think of those 3,000 plus micro businesses that I mentioned. We don't have a single bookshop, nor is there a newspaper. Books are very, very difficult to bring into camp. And that is also why Zaatari Camp Libraries is such an amazing success. To bring in books, you have to submit permit request to the security. This takes a long time, and everything has to be listed in Arabic and in English, the author of the book, the title, the ISBN, the publisher, so forth. This is a shot of some of the boys in the camp. The framework that I use for all of my projects at Zaatari, I'm not going to talk about it here, but it was just published in 2022. It's a very long paper called Humanitarian Research. And basically is to guide fieldwork and projects where people were victims of war by war zones. The guiding principle is people first, data second, and it very much hones in on positionality, post-colonialism, interventionism and privilege. And we look at using cultural and community methods for resilience. So just moving on now into Zaatari Camp Libraries, Iqra, read, of course, not the first word of the Quran. Kind of what we're talking about today, it was published in American Libraries in summer 2020 in an article called Bringing Books to the Desert. So as I mentioned earlier, while other refugee camps might have their libraries run by NGOs or volunteers, at Zaatari, the libraries are completely run by people in the camp. We have 12 locations at 6 different NGOs across camp, which I mentioned is very, very vast.
our librarians have not had formal training in librarianship. In other words, they have not had opportunity yet to complete a Master's of Library and Information Science degree, which is something that we're very, very keen on, you know, making it available to people in the camp at the master's level, of course, at the bachelor's level too. In Syria, we haven't found that there's a very strong tradition of public libraries. You know, in other words, there's been freedom in that for us because we have a lot of leeway to innovate how we do things at Zaatari that fits our communities best. The Zaatari librarians, we try to hold monthly meetings at the different NGOs take turns hosting. Of course, we have a Facebook library page, and we also have a private WhatsApp group, you know, for communicating and getting our work done. There are many challenges at Zaatari. If you look at the picture here on the right, you see how the books are laid flat. It's because we are so short on books, incredibly short. And Zaatari has a very strong, harsh climate, in desert and the heat and the water and everything. So the books, not only do they get a lot of use, but they get a lot of just wear and tear by the nature of the landscape. Some other things with Zaatari is that there tends to be some low literacy among people of different ages. Of course, everyone has suffered and is still suffering different forms of war trauma. And you know, early marriage is something that we contend with, and it kind of goes up and down, but certainly during COVID, it became a bit more prevalent. In the early days of Zaatari, up until about 2019, maybe 2020, we didn't have internet access in Zaatari. Facebook, we call it the Facebook ban. So that was lifted in January 19, but still the connectivity is very, very weak. So that makes life in the camp very difficult. Another reason why libraries are so valuable, because we can provide internet access, but it's very difficult, you know, for students for trying to get their homework done, and especially our university students who attend university outside of camp. We can estimate in terms of purchasing books that one book costs about 4 euros to 50 euros. And of course, everyone here is an expert on that, now the cost of books. Also, we have not been able to provide adequate training for the librarians in Arabic. So this is something that we are looking for. And some of our librarians are on a 6-month rotation. So while some of our librarians are have a long-term permanent job, others are on a rotation, which makes it difficult to kind of sustain momentum. And just moving here now over to services. We offer a wide variety of services, and there's a lot of innovation. You see up here on the top left, you know, this is outdoor story time. Here, kind of in the middle, this is at an NGO service center, and this is one of our community boxes, which I'll talk about more in a moment. And here on the left, we're inside a library, and you can see that young boys are, you know, at the library, you know, watching videos. Services comprise collections, of course, but we're not always trying to grow them. Basic literacy, reading, school support, story time, which we do based on the Syrian culture. We have many book clubs, writing and poetry clubs, elder clubs, chess clubs, skills training such as handicrafts, to society boxes and internet access. This is at NRC. And this is a reading program based on the El Halkawatu program. And what is very, very wonderful about this is that the book that you see the girls reading comprises stories written by Syrian children in Syria, and then was illustrated, you know, and published like this by NRC. With the tarbush, the librarian, if a child would like to read, he puts the tarbush on the child's head. So it is very engaging, very interactive. This is another one of our fantastic book clubs. This is at Relief International. It's a co-ed program. Many of the things that we do in Zaatari, of course, you know, are divided, you know, male, female. But this is a co-ed program for teenagers, young adults. And this is a game that they invented where you can test your understanding of the book that you've read. But here's something that just breaks my heart. This is Gulliver's Travels, right, with Jonathan Swift. We have one copy. You can see how this has been stapled and taped up. One copy for 25 youth, so the librarians make copies to distribute. This is another book club, and this is also a different Relief International, and I call this the Jane Eyre Book Club. And it's so much joy for my reading clubs for everyone. What you see here, this is at Cresco, and this is the Amazon Kindle Club. Some of the
staff at Amazon in Seattle, they came to Zaatari, they visited it, and they brought Kindles. So we started a Kindle club so that the most teenage girls, teenage boys would have more access to titles to read. This is another discussion about the state of the Amazon Arab Kindle library. But other challenges in terms of the number of titles they have and things. But the other problems that we had, of course, is that it's difficult to recharge the Kindles, reading them at night. These Kindles didn't come with the backlight for night reading, so that was a problem. And like I said, then I've just been held, you know, to upload books. This is an example of outreach. I love this so much. At Zaatari, we have many, many beauty salons. Of course, they're women only. A lot of these salons in the front, it could be a bridal shop where you can rent your dresses for weddings and other big events. And then in the back, of course, there's a beauty salon, full service beauty salon. So what we did here is we've collaborated with some of the beauty salons, and we bring in books and magazines, and they use them as inspiration in different ways. Here you can see the women having coffee, looking at the books that we've delivered. And here on the left, the woman is looking at the dress that she sells and saying, oh, this is the latest. This is the latest, you know, fashions everywhere. On the back, these are all paintings created in Zaatari by camp artists. Here, this is the Zaatari Camp Library's Society boxes. And it's kind of a riff on the little free library idea that we see in many countries. And so we established these in, I think 10 locations all across the camp, where it is difficult for people to access the, you know, branches that we have in our library system. So they're at the mosque, the masjid, and the old kitchens, the registration and protection area, the maternity hospital, and so forth. Now the cover is plexiglass, and we built the boxes in camp. And in the back, of course, you know, the mural, and it has to do with Iqra from Surah 92, painted by camp artists. And we put this there so that people would understand the concept of what a community box is, that everything in the box is free. You don't have to return it. If you want, you can. If you have items that you think somebody might use, you can put them in the box. There is no sign-up list or circulation list for anything that you take from the box. It is purely for the community and run by the community. Different kinds of items that we have put in are literacy aids, reading glasses, you know, for if you're farsighted, can't see up close, kawa cups, prayer beads, mobile stands, fabric and notions for adorning abayas, home beauty things, small toys, playing cards, calligraphy aids, miswak, and many different types of things. And this is some photos of us building the first library box. These are some scenes from camp. You can see the box on the front here on the bottom. This is also where we have a box located inside. It's a service center, but there's no electricity there. This is one of the original buildings from camp. And here on the right is one of our librarians with a librarian visiting, professor visiting from Finland. They're putting items in the box. Just a little bit about the catalog that we have. One of our goals is to automate all of the holdings across our libraries, have it all in, you know, a central catalog that one of our librarians created in Excel. And then we want this database Excel sheet to be hosted in the cloud so that it can be accessed by anywhere. And of course, that we can use it as a library system to shift the books around to our different branches, you know, to improve circulation. On the right, you know, on the top and bottom, you see a library card and checkout card for the books. I was very, very delighted, so happy. And 2021, Zaatari Camp Libraries received the Systematic Joy of Reading Award that was presented in Aarhus, Denmark. We participated online, of course, and we received, I think it's $10,000 American. So what do you do when librarians receive, you know, a large bit of cash? We go book shopping, of course. Last September, we went to the Amman Book Fair. We had, I think it was 28 librarians come from camp, stayed overnight in Amman for two nights. And we had the first day was just to go around the book fair, see what was there, to understand how it works and things like that. And we had a big meeting that night to decide what kinds of books we wanted. You know, we already knew what we wanted based on our community needs analysis, but this was to decide our strategy for returning to the book fair because it was so big. And this is a Zaatari Camp Libraries, our business card.
And here, this is a receipt that, you know, from the book fair. This is us, you know, putting the, some of the many, many boxes of books that we purchased to get ready for camp. This is one of the best things that we purchased at the book fair, and it's a talking Quran. These are made in Damascus. You can get them in different styles, different sizes, sorry. And with the stylus, you can just, they'll click at the beginning of you know, surah or ayat, and it will read it to you in Arabic or many other languages as well. The other thing that we purchased like this are prophet books for children, stories for the prophet, and also they have these maps, and it tells the history of the Islamic world. Very, very wonderful things. And just to wrap up here, this is a slide here about a project that we were doing on youth as ICT wayfarers using technology. And I'll show you this picture on the right, because for someone who does not understand Islamic culture, situation for refugees, you may think that, oh, this girl does not know what she's doing. She did not hold the camera high enough. But of course, it's just the opposite. She is showing that, you know, she is an expert, because, you know, it is not halal to take a picture of the girl's face, and also for the reason of protecting refugee identity. This is some screenshots for a project that we've been doing, as I mentioned, on internet safety, digital literacy. This is one of the spec sheets I told you about. We get people to talk about what do they think of this post? Can you trust this post? You know, things like that. How could the post be made better? Quite often, we get very young people in some of the workshops that we do at the libraries. Or, you know, people may not have mobiles. So we always have an extra activity there. And the activity on the right was to create an emoji that you think would represent Zaatari camp. And I love this because it's the dove of peace, of course. And, you know, it says Zaatari camp, not what you think it is. And for the other big project now at this stage with Facebook and Google, where we're, you know, working on the digital safety and designing social media features, we've been using Quran cards, one of our techniques. And these are just kind of like the many things that we're looking for with this project. Because the Quran has very, very much to say about information seeking, information use, gossip, verifying information, things like this. This is a picture from one of our libraries here inside with some of the library volunteers working with the librarian. And this, they're looking at some of the books that we brought in. And this is it. Thank you very much. My colleagues are here, they'll take questions, because what I kind of sped over a bit were our hopes and dreams for the future. We have many of these things. So thank you very much. Shukran. Okay, thank you. Thank you so much, Dr. Karen, for such an interesting and informative talk. And thank you for the great work that you are doing with your colleague for the Zaatari camp. I liked your catalog, by the way, and the circulation card. I like them. Thank you. بس ما فينا يعني نعطي شيء خمس دقائق بس للأسئلة للدكتور كارين أوكي يعني exceptionally ولا الأسئلة بالأخير حيكونوا وفي ناس بدهم يعملوا مداخلة شفهية كمان عم تسجل أسماءهم نحن عنا أوكي فإذا في شيء أسئلة خاصة بمحاضرة أو مداخلة دكتورة كارين حدا بحب يسأل تفضل اللي بحب يحكي مباشرة بس يسأل سؤال يعني مش يعمل مداخلة لو سمحتوا أو يكتب سؤاله على على الشات لو سمحتوا هنخصص خمس دقائق سبع دقائق للأسئلة الخاصة بمداخلة دكتورة كارين كانت السيدة مهيدة رافعة إيدها بس ما في سؤال سيدة مهيدة بتحكي مش مديحة 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 سوري مديحة من بالأخير بخليها تحكي مديحة إن شاء الله أوكي. أوكي. والدكتور إبراهيم أفيومي ما بعرف إذا كمان سؤال ولا إذا سؤال بليز ارفع إيدك إذا بس مداخلة نتكلم للآخر. Okay. Thank you. تفضل دكتور بشير. طيب شكرا كثير دكتورة كارين وطبعا يعني كلنا لمسنا
مدى جدية العمل وأهميته وإفادته في تأمين مستقبل هؤلاء النازحين يعني، وخصوصا الإضاءة على تمكين الفتيات يعني من التدرب والتعلم على قضايا تهم مستقبلهم، وهذا أمر جيد جدا. تخيلوا مثل ما ذكرت ما في بوكشوب واحد بكل الكامبس اللي فيه شيء أكثر من 3000 شوب، بس ما في ولا بوكشوب واحد. بكل الحالات عمل رائع ومهم، ونحن نتمنى أن تدعم كل المكتبات وأن يتم توفير الوصول للمعرفة لجميع الناس يعني، وتمكين الجميع من التغلب على الأمية الرقمية حتى يستطيعوا أن يكملوا حياتهم مستقبلهم بعالم المعلومات وعالم المعرفة. هلأ بدي أترك الكلام للدكتورة فائزة البياتي. دكتورة فائزة هي رئيسة جمعية اختصاصية المعلومات والمكتبات والتوثيق في العراق، وهي من مؤسسيها الأساسيين يعني، وهي أيضا بروفيسور في دراسات المكتبات والمعلومات في الجامعات العراقية، ولها مجموعة كبيرة من الدراسات يعني في المجال. غنية عن التعريف دكتورة فائزة. دكتورة فائزة بتحكينا عن المحاولات التي تمت في إعادة بناء مكتبة الموصل المركزية، مع أنها مكتبة جامعية ولكن هي مكتبة بعتقد مكتبة أهلية ومكتبة وطنية ومكتبة للمنطقة كلها يعني. بتحكي لنا عن إعادة الإعمار والتحدي اللي واجهوه بهذه المكتبة. تفضلي دكتورة فائزة. السلام عليكم، مرحبا جميعا. ألو الصوت واضح؟ تفضل. السلام عليكم جميعا، إن شاء الله الجميع تكونون بخير. محادثتكم فائزة البياتي، رئيس جمعية المكتبات والمعلومات في والتوثيق العراقية. بالحقيقة موضوع البرزنتيشن مالتنا راح يكون عن المكتبة المركزية لجامعة الموصل والدمار اللي تعرضت له. بالحقيقة هذه المكتبة في تعرفون أنتم مثل ما سمعتوا أنه داعش احتل محافظة نينوى في عام 2014، واحتلاله هذا للمدينة دمر البنية التحتية لها. والحقيقة احتل محافظة نينوى وخاصة مدينة الموصل اللي أعلنها حال احتلال لها معقل رئيسي لخلافته، هذا في عام 2014. أثناء احتلال لهذه المدينة دمر تقريبا نحو 80% من البنى التحتية لمدينة الموصل. بتاريخ 10/10/2017، يعني بعد مرور أكثر من 3 سنوات على وجود التنظيم في هذه المحافظة، وبعد يعني أشهر من المعارك الدامية اللي قربت أربعة أشهر، أعلن هذا التنظيم، أعلن العراق عن تحرير المحافظة من هذا التنظيم. هذه الصورة توضح يعني المكتبة العامة بالموصل، وأثناء هذه المكتبة العامة المركزية بالموصل اللي حرقها أمام أعين الجماهير. دكتور فايزة بالإذن، دكتور فايزة منك عامل شير للسكرين مش عم نشوف البرزنتيشن، إذا حاطة برزنتيشن. هو أنا حاطة البرزنتيشن، أنا عرضتها. لا من باين كامل شير سكرين. لحظة. واضحة؟ أوكي. بعد كبر الهادي. العفو. شكرا. يلا. واضح؟ إيه فيك تكبسي تحت على توسيع الهادي. أيوة. أوكي. هلا. نعم. أوكي. نعم. عفوا. هذه الصورة تظهر إنه كيف داعش جمع كتب المكتب
المكتبة المركزية العامة في مدينة الموصل وأحرقها أمام أنظار الجميع، أمام أنظار الجمهور، الجمهور اللي حاول ثني أعضاء التنظيم عن فعلتهم وإقناعهم بضرورة الحفاظ على هذه المكتبة باعتبارها واحدة من أقدم المكتبات التاريخية في نينوى، إلا أن التنظيم أصر على تدميرها وحرق محتوياتها. يعني وتشوفون أنتوا يعني جعلها رماد. من ضمن الأعمال التخريبية اللي قام بها قامت بها داعش في مدينة الموصل هي تفجير يعني وحرق أغلب المكتبات الرئيسية بالمدينة. ومن هذه المكتبات هي المكتبة المركزية بجامعة الموصل، مكتبة آشور بانيبال، مكتبة متحف الموصل، ومكتبات الجوامع والكنائس القديمة. ومثل ما شفتوا الصورة مع المكتبة المركزية لمحافظة نينوى اللي في تاريخ 21/2/2015 أحرقها، وكانت تحتوي على ما يقارب من 8000 كتاب ومخطوط نادر من كتب التراث والتاريخ والفلسفة والعلوم. بالنسبة للمكتبة المركزية لجامعة الموصل، لأنه هي يعني من أكبر المكتبات الجامعية بالشرق الأوسط وليس في العراق والشرق الأوسط، يعني أمعن داعش في تخريب هذه المكتبة. فبتاريخ تأسيسها هي تأسيس هذه المكتبة بنفس تاريخ تأسيس جامعة الموصل في عام 1967. مساحتها تبلغ 2500 متر، كانت تحتوي على 1,000,000 مخطوطة وكتاب نادر. هذه المكتبة هي كانت تعتبر ولا زالت تعتبر مركز للمعرفة والثقافة، ولعبت دور رئيسي في تلبية احتياجات الكتاب والعلماء والفنانين. وطبعا احتوت على آلاف من الكتب القديمة والمخطوطات النادرة، وكانت لها عدة طوابق. دكتورة يعني دكتورة فايزة لو سمحت لي، عفوا على المقاطعة. انت ما عم تتابعي على نفس السلايدز اللي عم تفرجيها على السكرين. وسع السكرين لو سمحت، وتابعي مع السلايد. يعني بتحكي عن شيء السلايد شيء ثاني. هسه هذه أنا دا أتحدث عن المكتبة المركزية لجامعة الموصل، الشاشة مالها موجودة؟ عارف موجودة، بس أي سلايد عم تحكي؟ عم تحكي يعني صرتي بدي سلايد بأي رقم؟ سلايد 6. اللي أنا إياه سلايد 3. وسعيه بالأول هذا. وسع السكرين. موسعته الحقيقة، موسعته. هسه هاي صورة واضحة؟ بس تنقلي من سكرين لسكرين بالفيزا، سكرول داون، بس من سكرول داون بالفيزا. موسعتها يعني هاي كل السكرين، هاي كل السكرين. مش توسيع سكرين، بدك تنزلي بالسلايدز. انت بعدك بالثلاثة امام الكرسر على السلايد رقم 6. هسه اللحظة، هسه هاي 6. تكلمنا عنها 6. ما عنا ما مبين عن السلايد. على كل حال تفضلي، انا برايي تابعي، تفضلي يلا تفضلي. العفو اذا ممكن في اللحظة، بس هاي الصورة واضحة. هذه الصورة واضحة. ايه بس مش عم تتحرك السكرين يا دكتورة. انت هلا بسلايد 6 عم تقولي انت اللي هذه صورة المكتبة المركزية واضحة. لا ما واضحة، ما في صورة للمكتبة، في صورة للسلايد رقم 3 عندك، للشريحة رقم 3. اللحظة إذا ممكن. أنا برأيي وسعي هيدا تحت، بس تحت وسعي نزل تحت. إيه هلا أوكي، هلا حركتيها أوكي، هلا شفنا البيلدينج. هلا أنتوا عم تحكي غيري بالسلايد. هسا أوكي. تفضلي. هسا انتوا عم تحكي بس تنتقلي من سلايد لسلايد غيري. اوكي اوكي تفضل. اعيد
أعيد أرجع أعيد تابع تفضل. هذه هو هذه هي البناية من الأمام اللي يعني تشاهدوها، يعني البناية كلها محروقة من يعني من الجهات كاملة، وأيضا من الداخل راح الصورة القادمة تبين كيفية حرقها من الداخل. تعتبر مكتبة طبعا جامعة الموصل من أهم المكتبات اللي أحرقها داعش بالعبوات الناسفة، وقصفها بتقريبا أكثر من 4 صواريخ أدت إلى احتراق أكثر من 1,000,000 كتاب ومخطوطة. بالحقيقة يعني طريقة تدمير هذه المكتبة مشابهة تماما لما فعل التتار أثناء تدميره وحرقه لمكتبة بيت الحكمة العباسي. وطبعا نسبة الدمار اللي جاوزت هذه المكتبة هي تقريبا 90%، أكثر من 90% بالحقيقة. هذه صورة للدمار للمكتبة ودمارها من الداخل، هذا يعني بقى بس الهيكل الحديدي، وهذا أيضا الجوانب الأخرى من المكتبة. هاي صورة توضح الجوانب يعني كيفية حرقها بالكامل. هذا الداخل بعد التفجير وبعد الصواريخ اللي ضربها داعش للمكتبة، هذا داخلها. بالحقيقة رئيس جامعة الموصل يعني لسان حاله مثل لسان حال العراقيين جميعا عندما شاف المكتبة وبهذا الحجم من التخريب، سأل نفسه في يعني هل إنه هذه الكتب صواريخ أو قنابل كانت محفوظة بالمكتبة حتى يتم تدميرها بهالطريقة الهمجية. بعدين يرجع ويجاوب نفسه يقول فعلا هي قنابل النور والعلم والحضارة اللي ولهالسبب يعني تخشاها العصابات ولهذا فجروها. الحقيقة عملية إعمار المدينة، إعمار مدينة الموصل، رادت جامعة الموصل أنه تجعل من المكتبة المركزية عنوان للتقدم، ويعني لتقدمها الثقافي، وليس فقط كوحدة من أفضل المكتبات الجامعية بالعراق، لكن حتى أرادوا بعملية إعادة إعمارها أنه يلحقون بخطوات واثقة بالمكتبات الجامعية الموجودة في العالم. لذلك تبنت الجامعة شعار كلمة مستحيل غير موجودة في قاموسنا طبعاً، وهذه المبادئ هي اللي تمثلها مبادئ المكتبة، رسالة المكتبة ومبادئ الانتصار على الإنسانية على الهمجية. عملية الإعمار تبنتها جامعة الموصل هي يعني الحقيقة يعني التهمت النيران هذه المكتبة وأصبحت بقاياها السوداء المتفحمة رمز يدل على حجم الدمار اللي وصفته اليونسكو بأحد أكثر أعمال التخريب المدمرة لمقتنيات مكتبة في تاريخ البشرية. فالقائمين على عملية الإعمار ارتأوا أنه ينجزون عملية إعمار على خطين رئيسيين. الخط الأول هو إعادة مبنى المكتبة، والخط الثاني هو انه يجمعون الكتب من المحروق من مما يعني تبقى الكتب اللي تبقت من الكتب المحروقه ومن تحت الانقاض، وطبعا اتبرعوا مجموعه من الطلبه بهذه العمليه. وظل العمل مستمر ليل ونهار لانه قرار افتتاح المكتبه كان المفروض يتم خلال عام واحد، لكن جائحه كورونا حدثت واخرت عمليه الافتتاح لمده 2 اضافيتين. بتاريخ 19 شباط 22 بعد ما كملت عمليه اعاده الاعمار افتتحت المكتبة من جديد وبطابع مميز، بس يعني محافظة على طابعها التاريخي اللي أول ما تأسست به. المبنى الجديد للمكتبة يعني الحالية أصبح قادر على ما يعني يحتوي ما يصل إلى 100,000 كتاب ويستوعب تقريبا 1,000 طالب في وقت واحد. وبهالطريقة عادت المكتبة واجهة علمية ومعلم عظيم من معالم الموصل.
ويعني تجدر الإشارة إلى أن جمعيتنا بها افتتاح هذا اليوم بتاريخ افتتاح جامعة الموصل في 19/22 اتخذت هذا اليوم قبل يعني تقريبا شهر اتخذت هذا اليوم يوم وطني للمكتبين العراقيين كي يتم الاحتفال به في كل عام. هذه الواجهة الجديدة للمكتبة، وهذا الحائط اللي احترق وبقوه من دون إعمار، وبق الشعار الجامعة فوقه كلمة مستحيل ليست في قاموسنا، وهذا هو المبنى يعني داخل البناية يعني من داخلها وطوابقها، وهذه هي وضعيتها الحالية والحمد لله. المنظمات الداعمة يعني هذا فشي لازم يذكر، ولو ما المنظمات الداعمة ما كان المكتبة أعيد إعمارها بهالسرعة وبهالوجه هذا. فتكلفة إعادة إعمارها كلفت 2,259,051 ألف دولار. تعاون وتمويل من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي اللي هو الـ UNDP لإعادة تعريف المناطق المحررة بالعراق، والمقدم من خلال بنك التنمية الدولي. وطبعاً هذا المبلغ تم بدعم من جمهورية ألمانيا الاتحادية. أما حجم التبرعات ومن هم المتبرعين، فأول المتبرعين هي الانترناشنال بوك إيدز، تبرعت بأكثر من 20,000 كتاب وما زالت تقدم تبرعاتها. طبعاً تنوي هي في عام 2024 أن تكون 50,000 كتاب، يوصل حجم تبرعاتها إلى 50,000 كتاب. المنظمة الثانية هي منظمة موصل بوك بريدج، تبرعت أيضاً بعدد كبير من الكتب. المجموعة العربية من الدول العربية المجاورة أرسلت 300,000 كتاب، ومجموعة كتب أيضاً اتبرعت بها عائلات الموصل القديمة اللي مكتباتها تحتوي على كتب نادرة ونفيسة. بالنسبة للكتب الثمينة جداً اللي فقدتها المكتبة واللي ما تتمكن من إعادتها، المكتبة نوت أنه تعمل اتفاقيات دولية لكي توسع أنشطتها وتطور فعالياتها الإلكترونية حتى تتمكن من الحصول على الكتب هذه بصيغتها الإلكترونية. وبالحقيقة بالخاتمة يعني احنا نحب نقول انه المكتبة المركزية جامعة الموصل راح تبقى حاملة للهوية العراقية التاريخية اللي ما تسمح لأصحاب الأجندات المتوحشة بوقف عجلة الحياة بالعراق، العراق اللي يتنفس الحضارة والتاريخ والمحبة والتنوع. وشكرا لإصغائكم، وطبعا آسفة على طريقة العرض بالبداية يعني إذا ما وصلتكم الشرائح بصورة مضبوطة. بسيطة. شكرا دكتورة فايزة، شكرا على العرض الوافي. وبالطبع تحدي كبير أمام مكتبة الموصل متابعة مشوارها، وأمام المؤسسات العراقية الداعمة لها يعني والمجتمع الدولي أيضا. ومبروك لكم تحديد يوم وطني للمكتبيين، هاي مبادرة كبيرة وربما فريدة من نوعها، ونتمنى أنها تتعمم على البلدان العربية كافة. هلأ إذا في أسئلة بناخدهم بالأخير لو سمحتم للجميع. المداخلة الأخيرة من زميلي راندا شيدياك، هتحكينا عن تجربة مكتبة عامة في بلدة بعيدة عن المدينة، عن يعني بلدة نائية أو من القرى البعيدة، وتجربتها في التعامل مع المزارعين ومد يد العون لهم في سبيل المحافظة على محاصيلهم بالزيتون والعسل. تفضلي يا راندا. راندا
راندا؟ راندا؟ احنا بانتظار راندا. يبدو عندها مشكلة تقنية. مرحبا جميعا، رجع الكونكشن، ما بعرف شو صار، انفصل الويبينار، انفصلت كليا، بعتذر مره ثانيه. اوكي تفضلي رندا، يلا تفضلي. اوكي 1 minute. معلش انا بالامس شاركت بندوه عن الميتافيرس، يعني التكنولوجيا الفائقه، وصار عندهم مشكله تقنيه. اوكي. اول شيء مساء الخير جميعا، وبعتذر مره ثانيه. رح احكيكم عن مكتبه صغيره، مش صغيره قد ما يكون الحجم مش مهم، المهم مفعول. مكتبي بشمال لبنان بقضاء الكوره الاميون، مركز المطالعه والاميه بأميون، يعزز الشمولية والتعاون مع المزارعين في الكورة وشمال لبنان. أول شيء بدي أشكر زميلي جوال عبادي اللي هي أمينة المكتبة بأميون، لو ليها البرزنتيشن ما كانت تحضر، ونشاطات ما كانت انعملت. مجهود كبير من جوال مع كل المشاكل اللي عم بتصير بلبنان، الاجتماعية والمالية، الفاينانشال سيتويشن بلبنان. بعد جوال مصرة تترك المكتبة مفتوحة وتقدم الخدمات الكاملة للمجتمع بالكورة. أول شيء مركز مطالعة والأنشطة الثقافية، شو هي أساساً؟ بال2001 وزارة الثقافة اللبنانية والوكالة الحكومية الدولية الفرنكوفونية أطلقوا مشروع اسمه الكلاك، سنتر كولتيرال بالفرنسي، ما رح أقول الاسم بالفرنسي كله. قرروا يأسسوا مراكز تنشيط لتنشيط قراءة وإحياء الثقافة. بلشوا ب 54 مكتبة بمختلف مناطق لبنان من الشمال للجنوب، بس للأسف بسبب الأوضاع بلبنان هالمكاتب قلت كتير،
ما عرضوا 45 صاروا أقل بكتير بفتكر، بس الأمناء المكتبات اللي فيها اللي توقفت واللي بعدها ماشية مصرين يضلوا على طريقهم وبشغلهم، وفعلا مشكورين على هالمجهود اللي عم يعملوا، وبفتكر في البعض منهم معنا اليوم كمان. مركز كلاك أميون يخدم بلدات الكرة في قضاء الشمال، بيجذب جميع فئات العمرية والشرائح الاجتماعية. It's a public library بالنهاية. الأعضاء يلي بتدير المكتبة أو بتساعد بإدارة المكتبة هي مجلس البلدية، لأنه الكلاك هي مزبوط ترجع لوزارة الثقافة، بس تمويلها وتأسيسها وتوظيفها بيجي من البلدية تبع المنطقة. في ممثلي الجمعيات، في نوادي والرواد وأهل المدن، يعني في تيم كبير بيشتغل ورا هالمكتبة، وإن شاء الله بيضلوا ناشطين كمان. الكلاك مثل ما شايفين الصور مكتبة صغيرة بالبلدية، سو في عندهم مكان لقلهم هني، كتب تبعهم بتجي من وزارة الثقافة من تبرعات، وبيخدموا حتى أولاد صغار من المدارس وفئات مختلفة من المجتمع. شو الأهداف تبع الكلاك؟ أول شيء وصول إلى أكبر عدد من المستفيدين من كل مكتبة، إن كان أكاديمية، وطنية أو عامة. تقديم خدمات متنوعة تلبي مصلحة ومطالبات المجتمع. تعرف المكتبات العامة أهدافها كتير متفرغة ومتنوعة، ومالنا بس بواحد. مثلا المكتبات الجامعية معروفة هدفها الطلاب والبحوث والأساتذة والتعليم. هدف الكلاك أميون تحويل المكتبة إلى مركز معلومات ثقافي شامل ومتنوع، ما بدهم يضلوا عم يخدموا بس طلاب المدارس أو الباحثين، بدهم عندهم inclusivity أكثر، شمولية أكثر. إطلاق خدمات جديدة وإعادة إحياء الخدمات القديمة بطرق جديدة، يعني يعطوا طلة جديدة ومختلفة للمكتبة، خدمات جديدة، والخدمات القديمة خاصة اللي صار الكوفيد أونلاين ووقفنا السيركيليشن لفترة وبدلناها بخدمات أخرى تانية. بناء شراكات جديدة مع المؤسسات والمنظمات الجماعية المحلية والأجنبية، كتير بهمهم الشراكات. أول شيء بتحيي المكتبة، تاني شيء بتصير في نوع من فند ريزنج، تجمعوا مصاري تيتركوا هالمكتبة عم تكون فعالة، وبيصير في تبادل، يعني ممكن جوال مثلا تروح على فرنسا على تدريب تجيب أفكار جديدة وتحسن المكتبة أكثر وأكثر. سو هي أهمية الشراكات المحلية والأجنبية، مش بس الأجنبية. مواصفات قضاء الكرة. قضاء الكرة تشمل 52 بلدة وتضيع بعد ما عديت تضيع فيها. أميون يلي فيها الكلاك هي أكبر البلدات أو المدن يلي تعتبر نوعا ما عاصمة الكرة، قضاء الكرة بوجودها وبكبرها. هي ساحلية وجبلية، تمتد توصل ل 600 متر فوق سطح البحر، يعني في عندها امتداد كبير ومهم للمنطقة الكرة. أشهر شيء عندها زراعة شجر الزيتون وإنتاج الزيت. كلنا بلبنان وقت من إنه جايبين زيت من الكورة، إنه هذا يعتبر هدية فخمة كتير وشيء كتير كتير مهم، زيت الكورة. إن شاء الله بتجوا على لبنان ومندوقكم زيت الكورة. والكورة معروفة أكتر إنه مجتمع زراعي، مجتمع زراعي بيهتم بزراعة الزيتون، زي الليمون، في يعني تنوع الزراعات، بس أشهر شيء هي الزيتون. بتنا شايفين قضاء الكرة بالخريطة موجودة بالشمال. بعد الكرة بيوصل واحد على طرابلس، من بعد طرابلس بيوصل على عكار، سو كتير مهمة امتدادها بالشمال. والزيتون، ومثل ما ملاحظين كمان في النحل، هذه مش جديدة الرعاية أو الاعتناء بالنحل. الشغلتين هلا عم بتزيد وتزيد بمنطقة الكرة أكتر وأكتر. كمان في عندهم دواجن، بس أهم شيء إذا تلاحظوا كل الصور دايما في الزيتون، وبس يكون موسم الزيتون أو قطف الزيتون هذا يعتبر من أهم المواسم، وكل الناس بتنسى أشغاله وبتنسى كل شيء وبينزلوا على الزيتون، وفي لازم يكون في عمال كتير بموضوع الزيتون وإنتاج الزيتون، بعدين إن كان زيت زيتون صابون زيت منكمل. شو عملت الكلاك؟ كيف اشتغلوا وشو عملوا؟ أول شيء عملوا نوعا ملاحظوا التنويع، يعني المجموعات اللي عم تجي على المكتبة محدودة،
لأنه مفهوم المكتبة بفتكر في كتير منكم بتوافقون أوقات إنه الناس تعتبر إنه المكتبة هي بس للطلاب أو الباحثين، إنه أنا مزارع شو بدي أعمل بالمكتبة، شو شغلتي بالمكتبة، شو بدي أستفيد من المكتبة. كلاك أميون بتقوم بشراكة مع وزارة الزراعة بلبنان، مكتب مقاطعة الكورة، بيكتشفوا إنه الوزارة عندها دورات تدريبية وما عم تلاقي محل تقوم بهالدورات التدريبية. تدعي الوزارة بتقول لهم أوكي نحن في عنا الكلاك والكلاك بالبلدية، فيكن تعملوا دورات التدريبية عنا ونحن منساعدكن. بهالحالة جوال طرحت الموضوع وبعدين قالت إنه بركي نستفيد نسمع للمزارعين اللي ما بيجوا على المكتبة دايما. الوزارة والكلاك دعوا الخبراء والاختصاصيين تشاركوا بالأنشطة، يعطوا معلوماتهم، وجهوا المزارعين ويساعدون. نظموا حلقات دراسية ودورات تدريبية، ما بس عملوا حلقات دراسية، في دورات تدريبية ورح نحكي أكثر عنهم هلأ. أول شيء عملوا ندوة لمكافحة عين الطاووس، هذا كان كتير حلو، حبيت الاسم. هو مرض بيصيب شجر الزيتون، بيصيبها كأنه صيبت عين مثل ما بيقولوا، من هيك سموها عين الطاووس. الدورة كانت توعية المزارعين وتعليمهم كيفية التعامل مع هذا المرض وتعريفهم بالعملية الزراعية التي تساعد على تقليل العدوى. نوكي المزارعين بركي وقتها كانوا يلاقوا طريقة انه اوكي خلصنا من عين الطاووس هالموسم، ما رح يكون في عين الطاووس الموسم، لا ما حلوا الموضوع، ما قللوا من العدوى تبع المرض. صار في عملية متوازنة لتقليم وإخصاب لتحفير النمو، تحفيز النمو الجديد ومناعة الشجر. كمان اشتغلوا على الأرض، يعني بلشوا الدورة بالمكتبة ورجعوا راحوا على الأرض واشتغلوا على الأرض بموضوع كيف يشتغلوا أساساً. بعدين الوزارة وزعت واقل الأشجار أوكسيكلور، هو نحاس مجانا تساعده يدعموا المزارعين، بإضافة إلى تعليم طريقة الاستعمال. الحلو بهالمشروع كان مش بس نظري، كان تطبيقي كمان. وبهالوقت الوزارة عم تنزل مع المزارعين وتشوف شو مشاكلهم، ليش توصلوا لهالمرحلة، والمكتبة أمنت لهم مكان يقدروا يجتمعوا ويعملوا الدورات. أوكي. رجعوا عملوا ندوة للنحالين المتخصصون بتربية النحل، نقلنا من الزيتون للنحل وناقشوا كتير موضوع شو التحديات اللي بتهدد النحل. نحن بننسى انه في كتير من الاشياء بالوجود البشري بحاجة للنحل. بتذكر في كرتون كتير مهضوم اسمه بي كولوني أو سمثينج حضرته، حاولوا الناس يتخلصوا من النحل وشو صار فيهم. نفس الوقت هذا الحكي وهن باللقاء اللي عملوه تيحكوا عن التحديات اللي عم واجهوها بتربية النحل، إن كانت المشاكل الطبيعية، المشاكل الاقتصادية، ما عندهم المواد الكفاية. هدفهم كان يزيدوا عدد مزارعين النحل والعسل. هذا كان هدف كبير عندهم وزادوا، صار في أكثر، صارت تشارك ناس أكثر وتتوعى أكثر للموضوع. وكان هدف الكبير كيفية تربية النحل واستخدام المعدات اللازمة، لأنه اتطورت الزراعة. مش إنه بنسمع من مزارع لمزارع، بنسمع الاختصاصيين، حلو يسمع الواحد لمزارع مخضرم وخبير، بس كمان الاختصاصيين مع التكنولوجيا الجديدة أو ممكن إحياء الطرق القديمة، الأساليب القديمة اللي كانت موجودة لتربية النحل. لا لا، لازم راندا نقول ان احنا زياده عدد مربين نحل مش مزارعين. اوكي. مثل ما كنا عم نقول هلا كلاك أميون، التمكين والدعم. اول شيء رجعوا لاحظوا المزارعين كانوا كثير مبسوطين، المزارعين انه لقوا مكان داعم ومشجع لهم، انه المكتبه مش بس للباحث والطالب، فيني انا اجي اقرا، افتح مجلة، افتح جريدة، اسأل سؤال عن 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 مكان معين، أو أقرأ شيء على الإنترنت، أعمل بحث على الإنترنت. صار في تبادل المعلومات والخبرات، وقرروا هن المزارعين ينشأوا شبكة تعاونية تلتقى بالمكتبة، بيعمل اجتماعاتهم بالمكتبة تيتبادلوا هالخبرات والمعلومات اللي عم بيجمعوها أو عم بيتعلموها. أنشأوا جمعية لدعم المزارعين من خلال القدرات والخبرات المتاحة مثل ما قلت. ومناقشة الملاحظات المسجلة، سجلوا دونوا شو الملاحظات اللي عندهم والأمراض اللي عم بتصيب الأشجار وعملية الرصد. صار في هون نوع من
دليل مكتوب ممكن اذا بدهم يرفعوا القضيه لوزاره الزراعه، ما عاد بس مزارع واحد لوحده عم بيروح والا الوزاره انا عم بواجه مشكله، صار في جمعيه، صار في جروب عم يجتمعوا مع بعضهم عم بدونوا مشاكلهم وكيف عم بيرصدوا وعم بينتبهوا شو عم بيصير بالموسم، كل موسم ليش خف الموسم السنه وليش زاد السنه الجاي السنه الماضيه. سو هيدي عم بتصير اكثر مكتوبه وعم تصير بطريقه علميه اكثر واكثر وتعاونيه، هذا الاهم شيء بالموضوع. أكيد صار في كتير جلسات حوار بعد اللقاء التدريبي والجلسات صارت، لاحظوا تغيير بأسلوب عملهم، كيف تحسن أدائهم لأنه عم يتبادلوا هالخبرات. عقدوا اجتماعات متنظمة لمناقشة الاقتراحات، دايماً أنتوا شو بدكم من المكتبة؟ شو بتقترحوا؟ شو بدكم؟ شو بتستنظروا من المكتبة؟ شو ناقصكم بالمكتبة؟ طلبوا كتب زيادة، references، طلبوا أشرطة فيديو تتدربوا أكثر. سو هون صار المجتمع الزراعي عم بيتفاعل مع المكتبة اللي هو كتير مهم لنا نحن، صار في عنا عنصر جديد فات على المكتبة، وأكيد أكيد لأنه أميون ولأنه الكورة هذا عنصر كتير مهم يكون موجود بالمكتبة. وأكثر من هيك الأهم والأهم اللي لاحظوه مشاركة الخبرة مع أفراد الأسرة والجيران أدى إلى توسيع نطاق التواصل وزيادة الاندماج. سو بلشوا بركي مع 20 مزارع أو 25 أو 50 مزارع، راحت لأولادهم لأولاد أولادهم للجيران للضيعة لحدهم للبلد لحدهم. سو صاروا كلهم عم يجوا على كلاك أميون وعم بيستفيدوا من خدمات كلاك أميون. وأنا بس بدي أنهي، التنوع في الأسرة البشرية يجب أن يكون سبب الحب والوئام كما الحال في الموسيقى، حيث تمزج الكثير من النوتات المختلفة معا لصنع الوتر المثالي. ونحن هيك، نحن المكتبة، نحن اللي حام، نحن اللي نجيب الناس، وظيفتنا نجيب الناس، مش وظيفتنا، إحدى المهام تبعنا نجيب الناس مع بعضها ويكون في تنوع أكثر، تيصير في ابتكار أكثر، تيصير في تحاور أكثر، وبيصير مثل ما قلنا الحب والوئام إن شاء الله يا رب. ونشكركم كتير، أنا ما كان بياخد كتير من وقتكم، بس بتشكركم الاكسبيرينس الصغيرة من شمال لبنان. وبفتكر المكتبات الباقيين الكلاك رح نرجع نزورها كمكتب جمعية وين صاروا وكيف بدنا ندعمهم ونشوف كل الإنجازات اللي عملوها بهالفترة. وميرسي كتير وثانكيو على الدعوة على الويبينار. ميرسي دكتور بشير. أوكي. أوكي. شكرا لك راندا على العرض الشيق والمهم وعلى تعريفنا بهالتجربة اللي قامت فيها مكتبة متواضعة ربما بحجمها ومكانها نائي وبعيد، ورغم ذلك يعني استطاعت أن تدخل مثل ما بيقولوا في طيات المجتمع المحلي وتسهم في أمر مهم جدا هو المحافظة على محصول الزيتون وعلى تعزيز تربية النحل. بعتقد هاي التجربة اللي بأميون يعني أكيد في مثلها كتير بالبلدان العربية ومناطق أخرى. وأخيرا أنا كنت في أحد المؤتمرات في قطر، سمعت ندوة، سمعت تجربة من تونس لمكتبة عامة في أحد المدن، حيث قامت بتأهيل مجموعة من النساء وطورت قدراتهم ومعرفتهم ووعتهم معلوماتيا، يعني بحيث أصبحوا قادرين على متابعة أبنائهم ومعرفة ماذا يستخدمون الإنترنت وماذا يطلعون على شبكات التواصل ومعرفة كل هذه الأمور. ففي كتير مؤسسات ومكتبات عامة قاموا بتجارب رائدة في العالم العربي، ولكن المهم أن نضيء عليها وأن نظهر أن المكتبة ليست فقط لتقديم خدمة معلومات وإعارة كتب، بل هي لها علاقة بكل ما يدور في المجتمع المحيط بها. شكرا لك رندا على المداخلة. هلا بدنا ناخذ أسئلة إذا حدا عنده أسئلة. أنا مسجل عندي اثنين حتى الآن رفعوا إيديهم بدهم يحكوا. المشاركة الأولى مديحة، ما بعرف إذا عندها رغبة بالحكي، مديحة لأنه نزلت إيدها رجعت. مديحة بن الأزرق، مديحة موجودة؟ مديحة افتكر ما أنا موجودة معنا بقى، بس الدكتور إبراهيم أنا رفعت إيدها موجودة. أوكي موجودة. سوري. وبعد منها مباشرة في وفاء البياتي. أوكي تفضلي مديحة. أنت ميوتد، افتح السؤال. سمح. أيوة.
السلام عليكم، شكرا لكم لتمكيني من هذه المداخلة المتواضعة، وشكرا لكل لكم جميعا على المعلومات القيمة التي قدمتموها. أنا كأمينة مكتبة أردت أن أوضح شيئا، وهو أن المكتبات العمومية قد خرجت من التقوقع من بين جدران المكتبة وانحصارها بين الرفوف باتجاه الانفتاح الفعلي والعملي والمؤثر بطريقة واضحة لتحقيق معظم أهداف التنمية المستدامة، ولم يقتصر العمل على فئات بعينها، ولم ينحصر أيضا في مجال دون الآخر، بل مكتبات في تونس اقتحمت جدران السجون، شاركنا في مع ذوي الهمم. كذلك الآن كنت قد تحدثت على المحو الأمية، أنا كأمينة مكتبة قمت بتكوين وتأطير حرفيات نساء، حرفيات في كيفية ترويج إنتاجها باعتماد التكنولوجيات الحديثة والتسويق عبر الإنترنت في الأسواق العالمية كما تعلمون. كذلك قمنا، لكن هناك نقائص فيما يخص لتحقيق كل أهداف التنمية المستدامة. أرى أنه لابد من وضع خطط عالمية ووطنية لتحقيق هذه الأهداف، كذلك لابد من الاستفادة القصوى من وسائل الاتصال الحديثة، كذلك أرى أنه لابد من التنسيق مع الاتحاد العربي للمكتبات ومع إفلا ولتوحيد العمل في البرنامج والاستفادة من تجارب الآخرين. هذا هو ما أردت أن أبينه، وشكرا لكم مرة أخرى. شكرا، شكرا لك مديحة، شكرا على هذه المداخلة. بالفعل يعني في جهود عربية بهالمجال، كما ذكرت يعني أنه التجارب اللي أشرنا إلى أكيد هي مكررة ومعمول مثلها بأكثر من بلد عربي. بخصوص التعاون العربي، نحن بتعاون تام مع الاتحاد العربي للمكتبات والمعلومات، مع كل الجمعيات والمؤسسات العربية، ومثل ما بتشوفوا أنتم في أنشطة للمكتبات يعني على امتداد العالم العربي كثيرة ومتعددة. يعني هلأ نحن عندنا نشاط الاتحاد العربي للمكتبات والمعلومات، عنده نشاطين، عنده بمنتصف تشرين عنده دورة تدريبية للمهنيين، للجان المهنية بالمكتبات، وبآخر أكتوبر في المؤتمر أعلم كمان، مؤتمر 31 أو 30 هيك شيء، ماني ذاكر، في مؤتمر أيضا بالوقت ذاته بأواخر أسبوع، آخر أسبوع في شهر أكتوبر أيضا هناك مؤتمر في القاهرة عن الوصول المفتوح والمعلومات المفتوحة، يعني عن الأوبن أكسس والأوبن ريسيرش كمان موجود. ففي أنشطة يعني مثل ما بيقولوا مستمرة في العالم العربي. بدأت الكلام في عنا فائزة ووفاء، هل إني ذاتهم ولا فائزة أنت الوفاء ولا في وفاء غيرك؟ إذا وفاء موجودة تفضلي وفاء، هي دور وفاء هلأ، وفاء البياتي تفضلي، وفاء البياتي تفضلي. وفاء البياتي أن ميوت يوسف، يعني عملي افتحي السبيكر من عندك أو من عندنا بنفتح السبيكر يمكن. أنا I have allowed her to speak here، ده بس نعمل unmute. تفضلي وفاء. السلام عليكم. عليكم السلام، أهلا. أنا دكتورة وفاء البياتي، مديرة مكتبة كلية الطب في جامعة بغداد. أهلا وسهلا دكتورة وفاء. شكرا جزيلا على هذه المعلومات الجميلة عن المكتبات اللي ذكرت سواء في الأردن أو في لبنان في العراق في يعني مختلف الدول العربية. احنا كمكتبات نتأمل أن يزداد الدعم للمكتبات العامة. المكتبات العامة في العراق عندنا ضعيفة بشكل كبير، نتمنى أنه الاتحاد العربي يهتم برفضها بكتب حتى لو كانت مجانية، دعمها، لأنه إحنا نعاني من قلة الكوادر المكتبية في هذه المكتبات العامة، ضعف الإقبال على المكتبات العامة خصوصاً في الوقت الحاضر.
يعني احنا نتمنى انه الجهات الداعمه للمكتبات مثل الاتحاد العربي يزداد الدعم ويحثون على انه تعاد هذه المكتبات العامه مكانتها واهميتها كما كانت سابقا. لا جديد من الاضافه. دكتوره فائزه تحدثت الكثير عن المكتبه المركزيه لجامعه الموصل، وفعلا هي تعرضت الى دمار كبير لكن استطاعت الوقوف مره ثانيه والنشاط ايضا، وعادت الى فعاليات اللي تقدمها باستمرار، والكوادر المكتبيه اللي موجوده لها ايضا حملت شهادات عليا ويشار لهم بالبنان. نشكركم جزيلا على هذه المحاضرات والمعلومات القيمه اللي ذكرتوها، ونتمنى انه استزادة بالمعلومات مره ثانيه. شكرا لكم. شكرا لك يا دكتوره وفاء على المداخله. طبعا نحن من ضمن لجنه إفلا للشرق الاوسط عندنا اعضاء بمجلس اداره الاتحاد العربي للمكتبات والمعلومات، وهن اكيد سمعوا صوتك وحيوصلوا رسالتك، ونحن ايضا نسعى الى توصيل هذه الرساله. دكتوره فائزه تفضلي. نعم شكرا. شكرا دكتور. الحقيقه ردي على اني دائما معها اقولها انت بنت عمي، لانه هي بياتي من عشيرتي يعني. فيعني سالت على المكتبة العامه، المكتبات العامة بالحقيقة أنا التقيت كوني رئيسة الجمعية ونهتم بكل أنواع المكتبات، التقيت بأستاذ طالب مدير البيت البغدادي في شارع المتنبي اللي هو مسؤول عن المكتبات العامة، وطلبت منه أنه نحول المكتبات العامة إلى نوادي يعني حتى ندعو بها أدباء مفكرين، ندوات، أي شيء آخر، بدل ما يلقوها في مقاهي في شارع المتنبي ممكن يلقوها في المكتبات العامة ونسوي بها أيضا مناسبات واحتفالات. لكن بالحقيقة فاجأني قال 26 بناية مكتبة عامة في العراق محتجزة من قبل الأحزاب، وأي واحد يفتح مثل ما يقولون بالعربي ثم خلاص ينتهى ما يصير، لأنه حتى المكتبة الكتب اللي موجودة خلاص أخذوها يعني ما ممكن إحنا نستردها. فيقول ننتظر إنه الأوضاع تتحسن ويخرجون الأحزاب من مواقع هذه المكتبات ومن الأبنية حتى ذاك الوقت نقدر نعمرها، وإلا يعني الأمر بالوقت الحاضر صعب جدا. إلا كم مكتبة، 3-4 مكتبات في بغداد لا زالت هي موجودة وخدماتها تقدمها بطريقة يعني جيدة، لكن العدد الكبير من المكتبات العامة هو هذا وضعها. فحاليا احنا نتأمل انه الأحزاب تطلع من الأبنية مالت المكتبات حتى نقدر نتحرك عليها، وشكرا جزيلا. شكرا. شكرا دكتورة فائزة، شكرا لك. بعطي الكلام للزميلة كريمة سليم. تفضلي كريمة. تفضلي كريمة. Imad, that was a question for me? No, Karen, not for you. I'm calling Karima Salim. معاكو؟ تفضلي. الصوت واصل؟ واصل، تفضلي. طيب جميل. إطلالة سريعة طبعاً على المكتبة، بعض المكتبات في دولنا العربية، وتجربة العراق صراحة تجربة رائعة، وبأشيد بجهودهم في إعادة إعمار المكتبة. طبعا وتجربة المكتبة في لبنان رائعة، وياريت تعمم على جميع المكتبات، يعني ما يكونش الهدف من المكتبة ان يعني قاصر على الباحثين والدراسات العليا فقط، ولكن دي زي بنقول منفذ ومنبر للعلم لجميع طوائف المجتمع. ده دور المكتبة بالفعل، ما ننتظرش الباحث هو بس اللي يكون المستفيد الأوحد والوحيد من المكتبة، ولكن جميع طوائف المكتبة، وطبعا ممكن برضو تفعيل دور المكتبة بالأنشطة الثقافية للأطفال، ده هيؤدي لتفعيل دورها ويعني بناء الوعي عند الأطفال أهمية دور المكتبة، سواء بقى أنشطة في مجال الموسيقى، الرسم، القراءة،
ده هيخلي دور المكتبة يستعيد دوره أو المكتبات تستعيد دورها الرائد في وطننا العربي. وكان أستأذن حضرتك بس يا دكتور بشير، أنا كنت حابة أتواصل مع حضرتك على الخاص، فلو في وسيلة تواصل مع حضرتك مباشرة أكون شاكرة لحضرتك، لأن كان في بعض الاستفسارات كده، لأن كان النت عندي ضعيف في الأول وما كنتش متابعة من أول 10 دقايق كده. هلا حابعث لك الإيميل تاعي على الشات. شاكرة لحضرتك جدا. شكرا. طيب شكرا. أنا هخلي رندا يعني تقوم بالإجابة على اللي قلتي أو تضيف عليه، بس أنت فعلا سيدة كريمة وضعتي يعني أشرت إلى هدف. وأنا معلش أنا نسيت أعرفكم بنفسي، دكتورة كريمة عمر مسؤولة التطوير والجودة بدار الكتب والوثائق القومية المصرية. أهلا وسهلا دكتورة كريمة. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا وسهلا يعني إحنا بنعاني جميعا من نعتز بمشاركتك. أنا اللي معتز جدا بالمشاركة. أنت وضعتي إصبعك على الهدف الأساسي. بالضبط ده المفروض. هو انه المكتبه خرجت ولها ولها لها يعني لها علاقه بكل ما يتم في المجتمع المحيط فيها، بل ابعد من ذلك. تفضلي غندا اذا بتحبي تضيفي شيء. شكرا. ميرسي دكتور سليمه، نحن معك حق، المكتبه العامه بتلعب دور كثير كبير بالمجتمع، مش مثل ما نحن بنفكر. وانا معكم كلكم بتقولوا في عنا نقص كبير بالمكتبات العامه بالدول العربيه. نعم في عنا نقص كبير بالمكتبات العامه، وشو دور المكتبات العامه بمجتمعنا. في مكتبه بعكار باقصى عكار لعبت دور كتير حلو. عم بعطي مثل كمان تاني هون. كانوا الصبايا بالبلدة ما عندهم محل يروحوا عليه، وما عندهم يعني يطلعوا من بيتهم يرجعوا من المدرسة يرجعوا. سو بالآخر المكتبة صارت المكان اللي بيجتمعوا فيها هني وبيحكوا، وبلشوا أول مرة راحوا بس تيقعدوا يتسلوا، تاني مرة راحوا مسكوا الكتاب، تالت مرة صاروا يناقشوا الكتب، تالت مرة عم بينبشوا على الانترنت. صارت يعني هل وجود الدعم بالمكتبة لازم غيرت لهم رأيهم نوعا ما وطريقة عملهم، يعني حتى تفكيرهم وطريقة الحوار. وأنا بس عم بحكي عن لبنان، نحن بلبنان بتعرفوا لبنان ومشاكل لبنان كلها. المكتبات فيها تلعب دور كتير كتير مهم بالتعايش باللقاء بالحوار. هذا كتير مهم. ونحن مع كارن، نحن بركي بكارن عنا أكبر نسبة لاجئين بلبنان. للأسف عم نترك المجتمع الدولي هو يلعب الدور، الـ NGOs يلعبوا الدور ومش نحن كمكتبات، لأنه حاليا نحن وضعنا الاقتصادي السياسي ما في شيء عم يساعدنا نقدر نروح أبعد من مكتباتنا. بهمنا هلأ بس نعيش المكتبات الموجودة عنا، وخاصة بعد الانفجار المكتبات تضررت كتير، مكتبات عامة بلبنان. بس نترك هالمكتبات عايشة وفعالة وعم تقدم خدمات، ساعتها منبلش نفكر بمشاريع أكبر وأكبر. وفي مكتبة عامة بحارة حريك، إذا بتسمعوا النشاطات اللي بتعملها، بركي شي مرة بنعمل لقاء دكتور بشير للمكتبات العامة لوحدها وبنشوف تجاربهم وبيشاركون، إن كان مكتبات عامة بتونس بلبنان بمصر بالأردن، كلنا بتشاوروا مع بعضهم وبيصير لقاء بيناتهم تنتعلم من بعضنا أكثر. شكرا بندا. بعطي الكلام للزميلة عايشة شبل. تفضلي عايشة. تفضلي عائشة. الو تفضلي عائشة. السلام عليكم. عليكم السلام. تفضلي عائشة شبل من المكتبة الوطنية التونسية، حافظ رئيس مكتبات ورئيس مصلحة البيبليوغرافيا الوطنية. هلا وسهلا. تفضلي. التدخل على المكتبة المركزية العراقية، مكتبة الموصل، بعد ما احترقت جميع في المكتبة الوطنية التونسية، قمنا في الأشهر الفارطة بمنصة رقمية إلكترونية، صرنا ننسخ الكتب نضعها على الانترنت مجانا، عديد الكتب،
يمكن ومع ذلك يمكن عقد اتفاقية بين العراق ولبنان وتونس لتبادل الكتب مع في تونس عندنا مخطوطات دوريات كتب قيمة جدا وثرية ويمكن التبادل. اوكي يعني اقتراح جيد طبعا بالتاكيد. انا هخلي دكتوره فائزه تضيف على ما ذكرته عن الجامعه وامكانيات التعاون. تفضلي. نعم شكرا دكتوره فائزه. تفضلي. نعم شكرا جزيلا على هذا المقترح، واني راح ابلغ مدير المكتبه وبهالامر هذا، وممكن اذا ممكن تسيبي لي رقم تليفونك حتى نتصل حتى ممكن. إذا أكو مجال اتفاقية، إذا فيها مجال يعقدون اتفاقية معاكم ممكن؟ ممكن ممكن. شكراً. إن شاء الله. طيب في حدا عنده شيء سؤال بعد؟ في حدا؟ عماد دكتور بشير، في سؤال من الزميل علي حطه على تشات الكويستشن اند انسر. ما هي الخدمات التي تقدمها لجنة إفلا للمكتبات العربية؟ افتكر ذكرت شوي بالاول، تحب تجاوب تفضل. اوكي شكرا على السؤال. الحقيقه لجنه إفلا للبلدان العربيه او الشرق الاوسط وشمال افريقيا هدفها من التاسيس ومن التشكيل هو بالتاكيد يعني تعميم الثقافة العربية والحفاظ على التراث العربي، وأيضا على وجه الخصوص لهذا العام والعام المقبل من ضمن خطة متكاملة مع جميع اللجان والأقاليم التابعة لإفلا ومع إفلا كإدارة مركزية، هو أن نقوم بدعم أهداف خطة التنمية المستدامة التي قدمتها الأمم المتحدة حتى عام 2030. نحن قدمنا برنامج متكامل ونقوم بإجراء مجموعة من الأنشطة ومن الاتصالات مع المعنيين في هذا المجال، وكما ذكرت هذه الخطة ترتكز على مجموعة من الأهداف أو المشاريع من ضمنها تعزيز يعني الوعي والتدريب على المناصرة وحشد الدعم الخاص بتأييد المكتبات في المجتمعات حيث هي متواجدة، وأيضا الحفاظ على التراث والفكري والثقافي وعلى التقاليد أيضا ضمن أنشطة محددة، إضافة إلى ذلك تعميم فكرة التواصل بين المكتبات العربية على مختلف أنواعها وتوسيع مساحة المشاركة في إفلا كمنظمة دولية معنية بجمعيات ومؤسسات المكتبات على مستوى المشاركة للمؤسسات المعلومات وللمكتبات الوطنية كمشتركين، يعني الانضمام إليها كمشتركين، وأيضا على مستوى الأفراد، وبالتالي تعزيز التواجد العربي في اللجان المهنية البروفيشنال كوميتيز المتواجدة ضمن إفلا وعددها كبير جدا وتعنى بكافة بكل الأعمال والقضايا التي لها علاقة بتطوير وتعزيز مهنة المكتبات والمعلومات عالميا. أيضا من الأهداف هو تعزيز تواجد المكتبات العربية على خريطة مكتبات العالم، وهو مشروع تديره إفلا ويعني بخطى كبيرة وواسعة، ولكن التواجد العربي حتى الآن ما زال قليل، بديش أقول ضعيف، نريده أن يكون أقوى. في عنا فريق عمل يهتم بهذا المشروع وهو يعني يقوم باستراتيجية للتواصل مع كافة الشركاء في البلدان العربية لتعزيز لإشراك جميع المكتبات في هذه الخريطة والإشارة إليها على هذه الخريطة مع كل ما تمتلكه من مجموعات مكتبية وقدرات بشرية وتقنيات مستخدمة، وأيضا مع بروفايل كامل عن البلد وما يقدمه في هذا المجال. في عندنا أيضا مشاريع أخرى متعددة من ضمنها تعزيز يعني الروابط والصلة مع كل
من يعمل في هذا المجال. هذا باختصار. هل نحن نقدم شغلات ملموسة، دعم مالي أو دعم مادي معين؟ لا، نحن لا نمتلك يعني ميزانية خاصة فينا من إيفلا. نحن نقوم بالشراكة مع مؤسسات أخرى حتى ننفذ مشاريعنا. يعني عندنا مشروع حالي مثلا هو ورشة عمل، أو إذا بدنا مش ورش، برنامج عمل يمتد على فترة 3 أشهر، بدأ الشهر الماضي وهو سيتكرر في مراحل لاحقة أيضا. مهمته تدريب المكتبيين على المناصرة وعلى كيفية حشد الدعم وتأييد المؤسسات التي يعملون فيها أو المؤسسات المكتبية العاملة في بلدانهم. وهذا عم نعمله نحن بالتعاون مع الاتحاد العربي للمكتبات. أيضا قريبا سيكون لنا تعاون مع الإسكوا في بيروت، في مركزها الرئيسي في بيروت، من أجل إقامة لقاءات أو مؤتمر أو مشابه فيما يخص الأهداف التنمية المستدامة 17 وكيفية إشراك المكتبات وأسهامها في هذه الأهداف. يعني فعنا أيضا نحن نتواصل مع باقي اللجان في إيفلا التي تغطي المناطق الجغرافية الثانية، سواء كان في أمريكا الشمالية أو في أوروبا أو في آسيا وأوكيانيا أو في أفريقيا، في كل هذه، ونحاول أن نتكامل على مستوى رفد بعضنا بالمتخصصين لتقديم استشارات أو لتقديم ندوات على مستوى مثلا الكوبي رايت أو حقوق المؤلفين، أو على مستوى مثلا الوصول الحر للمعلومات. بكل هالقضايا عندنا أنشطة فيها، سيكون لنا لقاءات وأنشطة فيها. هلأ أنا أتمنى إذا كان عندك رغبة تعرفي أكثر عن الموضوع، أو عندك رغبة تعرف أكثر عن الموضوع، بعتقد الأستاذ علي اللي سأل سؤال، أنا حطيت إيميلي، تركت إيميلي على الشات، ففينا نتواصل وأنا مستعد لتزويدك بأي بيانات. إيفلا كمؤسسة دولية تمتلك الكثير من المعلومات والبيانات والتقارير والخدمات المكتبية التي يمكن لأي مكتبة عربية أن تستفيد منها، على مستوى تبادل الوثائق، على مستوى معرفة آخر ما تم التوصل إليه، على مستوى القياس المقاييس العالمية، سواء في الفهرسة أو في الإعارة أو في وضع السياسات، في كل هذه الأمور. يعني إيفلا بحر كبير من المعلومات والتقارير والاستشارات التي يمكن لنا أن نستفيد منها. وطبعا التواصل مع إيفلا مركزيا أو مع اللجان المهنية التي تغطي كافة جوانب العمل المكتبي يكون من خلال إيفلا للشرق الأوسط، لجنتنا يعني لجنة إيفلا للشرق الأوسط. اللجنة الحالية كما ذكرت مؤلفة من 20 شخص حاليا، فترتها تنتهي تقريبا بعتقد بأكتوبر 2023، وبعدها سيتم انتخاب لجنة جديدة، ونحن سنسلم الرأي للجنة الجديدة لتتابع المشاريع ولتتابع الأهداف ولتضع في حتى أيضا تنفذ مشاريع جديدة. أيضا هالمشاريع تستقيها من الواقع الحال. يعني إيفلا كإدارة مركزية ارتأت أن يكون لهذين العامين 2021-22 و23 إسهام على مستوى تعزيز المعرفة بأهداف التنمية المستدامة وتوسيع مشاركة المكتبات في تحقيق هذه الأهداف، وأيضا توعية المكتبيين على كيفية تأمين المناصرة وحشد الدعم لمكتباتهم لإقامة مشاريع تدعم هذه الأهداف، بالإضافة إلى ما هو مطلوب منا كلجنة على أن نعمم المعرفة الخاصة بإيفلا ضمن مجتمعنا العربي وبلداننا العربية، وأن نسعى لتعزيز الاشتراكات فيها على مستوى المؤسسات والأفراد، وبالتالي يكون لنا كلمة في إدارتها وفي لجانها وفي انتخاباتها. ونحن الحمد لله يعني في تطور دائم في هالمجال. أنا بلقائنا الأخير بدبلن التقينا بالدكتور شوقي سالم ودينا
مسؤولة الزميلة دينا مسؤولة المكتب العربي لليونسكو في مصر، وأيضا معنا رندا من الناشطين كتير بإيفلا، وأيضا دكتورة مروة الصحن، يعني كلهم اللي شرحوا لنا أداء كان الوجود العربي ضئيل من سنوات قريبة، واليوم وجودنا أحسن ولكنه بعده أقل من المطلوب. فنحن بدنا نسعى لأن نكون متكاثرين هناك على مستوى التواجد يعني والمشاركة في الأنشطة سواء كانت دولية أو ضمن بلدان. أتمنى أن أكون قد أضفت يعني أو وضحت شيء من دورنا كلجنة حاليا وللجان المقبلة المعنية بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا. أوكي، في شيء أسئلة بعد؟ في حدا رافع إيده أو شيء؟ لا دكتور بشير، يبدو الكل سأل أسئلة، ومثل ما قلت الإيميل تبعك بتشات إذا حدا بحب يتواصل معك. أي سؤال أنا حاضر. بلا، في عنا شخص هلأ رفع إيده بس، سوري. عماد العقاد بعتقد. تفضل عقاد، عماد آخر متداخل وبعدها سننهي التسجيل. تفضل أستاذ عماد. مساء الخير لكم جميعا، ويعني إشي كتير حلو جدا. أنا عماد العقاد من فلسطين من قطاع غزة. يمكن تجارب كتير رائعة جدا، بس إحنا يعني في فلسطين وخاصة في قطاع غزة نعاني من 15 سنة أو 16 سنة تقريبا عدم وصول معلومات جديدة، دور نشر أوراق إشي في محاصرة لهذا الإشي، إن كما في المكتبات الجمعية أو المكتبات العامة أو المتخصصة أو الأشياء. يعني بنحاول بقدر الإمكان إنه إحنا نتواصل مع بعض مكتبات عربية عشان نقدر نحصل على كتاب أو على مرجع أو على أي دراسة إحنا محتاجينها يعني. فبالتالي كنت يعني بتمنى من الإفلا إنه يبقى في تفعيل أكبر في قطاع غزة وفي فلسطين كاملة. يمكن تعرف إن نظرا للظروف السياسية والاقتصادية الموجودة حاليا عندنا من الاحتلال والأشياء هذه، عدم يعني وصول يعني كم من المعلومات الجديدة أو الإصدارات الجديدة يعني بيبقى حتى محجوب عنا، حتى في البحث في عملية البحث عبر شبكات الإنترنت يعني دائما في حجب للمعلومات، إن يعني دائما لو بدنا نصل لمعلومة إحنا عايزينها أو أشياء دراسات بيبقى في عنا حجب كبير. فبالتالي إحنا حابين يعني من الإفلا إنه يبقى في تفعيل أكبر في اتجاه المكتبات العامة أو المكتبات المدرسية في قطاع غزة. إن شاء الله نحن بنوصل هذا الكلام، بس أنا بحب أوضح للأستاذ عماد العقاد أول شيء أشكره على المداخلة وبقول له أنا ما بعتقد في مكتبة عربية يعني تتباطأ أو تهمل أي طلب من أي مكتبة في فلسطين المحتلة، وفلسطين هي ضمن البلدان العربية اللي داخلة في إطار اهتمام يعني اهتمامنا كلجنة للشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وإن شاء الله بالانتخابات المقبلة بيكون في ترشيح من فلسطين وبيكون في لكم عضو ضمن الهيئة. هالمرة مش موجود لأنه ما تم ترشيح أحد، فإن شاء الله بيكون في مشاركة، ونحن بأي لقاءات خاصة بالإفلا نحن بنرفع هذا الصوت وبنوصل هذا الكلام ونطلب أن تتم الإضاءة على المكتبات العامة ووضعها القائم حاليا في فلسطين المحتلة. أهلا وسهلا أستاذ عماد. أهلا بك، إن شاء الله حتواصل معك يعني يمكن على الإيميل الخاص يعني بكيفية المشاركة والفعاليات، إنه أكون أنا ضمن هذه المجموعة الإفلا. الأستاذ عقاد، في الأستاذ إبراهيم فيومي قال بالأردن جامعة الشرق الأوسط بالأردن جاهزين للخدمة، وهو هلأ حاليا معنا، إذا بتتواصل معه بتشات بالإيميل أو شيء تكملوا الحديث مع بعضكم. كثير منيح أستاذ عماد، تواصل مع الأستاذ فيومي، هو مستعد يقدم أي مساعدات أو شيء بيقدر عليه. كثير كثير جميل جدا. طيب نحن بعتقد بننهي هذا اللقاء. أنا أشكر جميع المتداخلين يعني على إسهامهم بإنجاح هذه الندوة، وأشكر المشاركين فردا فردا على صبرهم وعلى مشاركتهم وعلى اهتمامهم، وإن شاء الله بنبقى مجتمع واحد موحد ونسعى إلى تعزيز يعني عمل المكتبيين والمكتبات ونوسع الاستفادة منها وندخلها في صميم عمل المجتمعات المحيطة بها في كل البلدان العربية. شكرا لكم وتصبحوا على خير.
هذا التسجيل سيكون متوافرا على مواقع إفلا وعلى يوتيوب وعلى الويب سايت وعلى كل يعني الأقنية التي تبث إفلا من خلالها، وسنعلن ذلك في حينه يعني إن شاء الله. مع السلامة. دكتور كريمة بعتذر إنه ما أعطيتك الكلام بس لأنه صارت نهاية خليها تحكي ما بأثر، خليها دكتورة كريمة تفضلي. تفضلي دكتورة كريمة تفضلي.